السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نحكي على الأجزاء الموجودة بالإنفرتر، أجزاء الحماية اللي حنسميها كومباينر بوكس. الأجزاء اللي إحنا حنعرضها اليوم نستعرضها لكم هي مهمة بالنسبة للمنظومة الشمسية العادية، بالنسبة لأجواء العراق عندنا. يعني هاي الأجزاء هي ضرورية تخليها بكل جهاز إنفرتر تستخدم أنت بالطاقة الشمسية. تلاحظون هسه حاليا عندنا الوطنية 220 فولت 221 فولت، الدخول الانبوت والاوتبوت، دخول الانبوت 220 اوتبوت 220. خلي الوطنيه موجوده عندنا تشحن الطاريه تعطي كهرباء من الوطنيه للبيت. لاحظ عندنا هسه حاليا 50 هرتز 65 فولت خلايا شمسيه، 65 فولت خلايا شمسيه. تلاحظ الخليه الشمسيه مو موجوده باعتبار مؤسسه وطنيه موجوده. عندنا البطارية 27 فولت مشحونة فول، بالنسبة للهيرتزية 50 تخريج. عندي اللود حمل صفر، يعني مو من الانفرتر على الوطنية حاليا بالاي بي صفر، اللود بالواط ماكو عندي، بالامبير على الباتري ما عندي صفر، ما عندي اي تحميل على البطارية من الوطنية. عندي هسه لو تلاحظون هنا نجي المصباح الاخضر والاخضر الثاني، الاخضر الاول كهرباء وطنيه، الاخضر الثاني شحن متوقف، يعني معناتها فول الشحن عندك. نجي قلنا برنامج نزبنا على شدينا حاليا احنا شاشه لمراقبه الانفرتر، وهاي من اجل انه نراقب المنظومه ونعطيكم معلوماتها اول باول، وهاي مو ضروري يشدها انت، لكن يعني الشخص اللي عنده امكانيه يريد يشوف ايش قد امكانيه الاستهلاك اللي يستهلكه والامبير والحراره ومعلومات وتغيير، يعني امور كثيره هاي نحتاجها بس الناس المتخصصين البروفيشنال هذا يستخدمها، اما الشخص العادي لا ما يحتاجه، مجرد تخلي انت منظومه وتخلي القواطع وفقط. نجي على القواطع، هنا تلاحظون هسه القواطع عندنا هنا مثل ما تشوفون هسه عندنا اربع قواطع مهمات، عندي اربع قواطع مهمات. القاطع الاول اللي هو الكهرباء الوطنيه، الكهرباء الوطنيه هذا القاطع اللي تلاحظوه هسه حاليا هذا 25 امبير القاطع اني شاده، هذا القاطع فائدته لحمايه المنظومه من الترددات والفولتيات والتوترات الكهربائيه، يعني اذا اي شيء مشكله تصير عندي القاطع راسا يفصل، اذا صار عندي اي مشكله يفصل الانفرتر. فهذا القاطع لحمايه الانفرتر، تلاحظون انه شلون شاده، ماخذ له خط كهرباء، ماخذ له خط كهرباء وطني جايبه من الوطنيه، هذا الحار وبارد جاي من الوطنيه مال البيت، رابطه وين رابطه هنا، طالع من الجهاز اثنين داخل، وين رايح؟ رايح للانفرتر، داخل عندي للانفرتر. هذا الخط الاول التغذيه. اذا الثاني عندي اربع اجزاء للمهمات، تلاحظون الخط الاول اللي هو هذا اللي هو مال الكهرباء الوطنيه 220 فولت، هذا مهم جدا لحماية المنظومة، يدخل الكهرباء للمنظومة. أما الثاني اللي تلاحظوه هذا مال الخلايا الشمسية، هذا خاص بالخلايا الشمسية، هذا احنا شديناه لأن شنو خاص بالخلايا الشمسية، ومثل ما تلاحظون هو من شركة ميتسوبيشي، ويقرأ عندنا لا تلاحظون 30 أمبير، لأن رابط خلايا أربع خلايا، كل خلية هي 10 أمبير، خليتين بخليتين 20 امبير على سترينج يسموه عندنا توالي وتوازي، يعني اثنين توالي والبقيه توالي واجمعهن على التوازي للانفرتر. تلاحظون هسه يقرا عندنا الاي سي، الاي سي دي سي، هسه هذا الانفرتر عندنا دا يقرا عندنا اي سي دي سي، يعني معناته هذا يشتغل عندي اي سي ويشتغل عندي دي سي. هذا خاص بمن قلنا الشيء الثاني، يعني هذا خاص بال خلية الشمسية، الأول بالكهرباء الوطنية، الثاني خاص بالخلية الشمسية اللي جاي من الخلية الشمسية ورايح وين؟ رايح من عندك، جاي من الخلية الشمسية عفوا هنا داخل، ورايح وين؟ داخل للإنفرتر، داخل الإنفرتر. الثالث هذا احنا حاليا راح نشده فقط بالشتاء، من يصير عندي صواعق ما صواعق وأمطار ما أمطار وشيء، راح أشد هاي القواطع ذين اثنين وأربطهن ويا من؟ أربطهن ويا الوطنية، خط الوطنية عمود شنو؟ وأربطهن على جوزة هنا عمود تحميلي، أخاف مثلا يصير عندي برق أو صعقة كهربائية أسوي لي مشكلة تتلف لي أجهزة مال الإنفرتر أو أسوي لي مشكلة، هذا راح يسيطر لي على هاي الحالة. وهذا مو مهم عندنا، هذا نتركه احنا جانب، هذا فقط الشيء احنا ما نحسبه بالمنظومه، هذا لان احنا حاليا هسه نستخدمه فقط بالشتاء، ومو مهم جدا، يعني احنا ما عندنا برق وما عندنا عواصف تضرب عندنا بالارض بصوره قريبه.
هسه قلنا الاول كهرباء وطني، هذا ضروري شده يدخل الانفرتر، هذا الخليه الشمسيه. اللي جاء الثالث اللي هو شنو، خروج من الانفرتر، خروج من جهاز الانفرتر الى البيت. هذا رايح وين؟ رايح للبيت، للميزانيه، للبيت، للتشينج اوفر سويتش، للجهاز التوزيع الكهرباء مال وطني ومال كهرباء البقيه، كهرباء السحب والسحب الاخر. نفس الامبيريه بالضبط، انا ماخذ هذا 30 امبير وماخذ هذا هم 30 امبير، هذا منطي اي سي، هذا منطي دي سي، هذا يقرا عندي دي سي اي سي، هذا يقرا عندي دي سي اي سي، لكن هذه مر بي اي سي فدا استخدم 30 امبير، وهذه مر بي سي 30 امبير. اذا ذول الاثنين، واحد للخلايا الشمسيه والثاني للكهرباء، لان هذا يشتغل عندي نظامين دي سي ويشتغل عندي اي سي. نجي على القاطع الاخير اللي هو هذا الرابع المهم، القاطع الاخير الرابع المهم اللي هو هذا مهم جدا، هذا لحمايه البطاريه. لحمايه البطاريه تلاحظون انه هذا 75 امبير، معناته انا شديت هذا القطع 75 امبير. ليش؟ لان السحب عندي ما يتجاوز عندي على البطاريه تقريبا بحدود يعني 30 امبير 35، فهذا يفيد متخلي هذا الرقم بالمنظومات اللي اكثر من 10 امبير و20 امبير وفوق يعني، فنحتاج نخلي 75، لان بالمنظومات الكبيره ممكن يوصل عندك السحب الى 50 60 امبير على البطاريه. تلاحظون هسه هنا وقراءته شنو؟ يشتغل دي سي، تلاحظون يشتغل هنا دي سي 125 فولت 225 كيلو امبير. هذا الجهاز يقرا عندي اي سي ويشتغل عندي اي سي، يشتغل دي سي واي سي. هذا من هنا نستخدمه احنا لحمايه، نقدر اعدل به من هنا الامبيريه اللي بالنسبه للدخول، اقدر اعدل قد يفصل بالهذا 8 9 1 بالمية يعني بالتريب اذا صار بي شورت استخدمه. اذا عندنا اربع قواطع مهمات حاليا، اربع قواطع مهمات، قاطع الكهرباء الوطنيه الرئيسي مع قاطع الخلايا الشمسيه وقاطع الخروج من الانفرتر وقاطع البطاريه. هذني مربوطات تلاحظين، مربوطات رايحات على البطاريات، شاهد هنا على البطاريات، هنا تلاحظون شاهد على البطاريات، هنا مسوي اربع بطاريات وضايف بطاريه خامسه احتياط في حاله اذا عندي صار عندي نقص بالطاقه انقل هذا، وهذاني مسوي احتياط موصله تلاحظون حاليا. يعني هاي بالنسبه اليوم نشرح على موضوع الكنترول اللي يسوي الكامباينر بوكس، يعني ضروري تخلي جهاز حمايه، ضروري تخلي جهاز حمايه الكهرباء الوطنيه. اذا سويت لك بوكس انت صندوق، فتخلي هذا البوكس تخلي بكل اغراضك ذني داخل هذا الصندوق، البوكس مالتك تخلي داخل البوكس، تخلي القاطع الاول، القاطع الثاني، الثالث والرابع، هذني بشتاء اذا تخليهن او ما تخليهن، تجمعهن هنا كلهن وطلع من عندهن اسلاك يروحن للوطنيه للبطاريه ويروحن للبيت ويروحن يتصل بالجهاز الانفرتر. هو هذا احنا صراحه الناس تحشي تقول لك هذا شنو حاطه في الثلاجه، احنا حاطين هذه المنظومه في الثلاجه، لان المنظومه هاي بطارياتها ديب سايكل وحرارتها ما تحمل حراره اكثر من 40 درجه، فوق ال 40 تاذى وتتدمر، لذلك خليتها بالثلاجه عمود تبرد وتكون درجه حراره 25 30 درجه مئويه، وخلينا مروحه موجوده جوا. تلاحظون هاي المروحه جوا موجوده، هاي تحاول تسحب الهواء من داخل الثلاجه، تسوي تهويه، ما تخلي الشيء محصور، ولو هي بطاريات هاي جل ما بيها تسريب مو خطره، لكن احنا مروحه تهويه تبديل حراره وامور اي امور اخرى، اكو كهرباء شور دخان شيء بداخل الثلاجه صار عندي شورت، هاي المروحه تسحب الهواء تبدل، بالاضافه الى المروحه الموجوده بالانفرتر الجو اللي تسحب من جوا الانفرتر، تسحب من فوق وتخرج للخارج. يعني عندي طريقتين تهويه، واحد تهويه والطريقه الثانيه التهويه الثانيه، يعني اثنين اهوي بها واسوي تهويه للمنظومه. تلاحظون هسه هذا الفريز، يعني هسه هذا الفريز بارد، واحد يسالني يقول لي ما ياثر علي المي؟ انا بالنسبه لي هذا الفريز منه انا مسوي له باب قافله ومغطي ومسوي ثقوب هنا موجود بالفريز، هاي الثقوب في حالة إذا صار عندي ضغط أو أي شيء دخان أو حرارة أو ضغط أو أي شيء، فالثقوب هاي وراها تنفتح بها صمامات بلاستيك، تنفتح رأساً تعبر وتسوي تسريب، يعني ما يصير عندي ضغط وأي حرارة أو شيء تطلع رأساً من الثقوب هاي، إذا أكو دخان أو أكو شيء صار عندي ضغط. هاي البطاريات حاطها بالثلاجة، هاي المنظومة حالياً شديت لها نظام، مثل ما قلت لكم هذا نظام الـ 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 الجهاز، هذا نظام الحماية، الحماية من ومراقبة الانفرتر، هذا احنا اللي نستخدمه حاليا، مراقبة الانفرتر مثل ما تشوفون المنظومة حاليا، أنا حاطها بالثلاجة لأن أنا ساكن فوق والحرارة عندي كلش عالية. فهاي المنظومة وللعلم للعلم ما نسد الثلاجة، تلاحظون مسوي قفل للأطفال عمود لحد لا يفتحها، وبها قفل تجي هنا تلاحظون ظهر الانفرتر
ظهر الانفرتر. هنا نجي عداد الحرارة، يقيس الحرارة الداخلية بالنسبة للعداد، يقيس الحرارة الداخلية، وأقدر أبرمج من عنده برمجة. هذا بالنسبة للعداد تلاحظون. بالنسبة هنا عندنا قلنا من جوة حاطين إحنا الأسلاك رابطيها البطارية، داخل الأسلاك رابطين البطارية، توجد الملفات الأخرى يعني والأسلاك اللي مال مراقبة الانفرتر والخروج من عليه. هاي المنطقة هنا معزولة نهائيا، معزولة عن داخل الثلاجة. أما مين مسحوبة عندي؟ فقط منها تهوية عندي، توجد تهوية تسحب الهواء من داخل الثلاجة، يسحب عندي الهواء ويخرج إيه منها عندي. وهاي مروحة عندي للتبريد، هاي المروحة تسحب هواء عندي، يسوي تهوية. لا هاي ثلاجة أنا مسويها نظام، هذا مسوي نظام كامل، نظام كامل. شوفوا هذا نظام كامل، هو نظام لحماية هذا، بالإضافة ضايف قواطع خارجية برا وعداد. هذا العداد بقياس الكيلوات، تلاحظون الثاني قد ساحب كيلوات، ساحب الثاني في حدود 371 كيلوات من شدية العداد لحد الآن. أجهزة حماية، سويتشات، قواطع دورة، شغلات نستخدم مع الجهاز مثبت فولتية، هذا مهم جدا. تلاحظون خلف الثلاجة الأسلاك، يعني ماكو شيء، مجرد أسلاك يعني مسويها. تلاحظون انه شوف هاي الأسلاك مخرجها من جوا، وتخريج الأسلاك تلاحظون جوا، هاي الأسلاك اللي تخرج من هنا وتروح تصعد عندي وين؟ الخلية الشمسية، المنظومة، وتجي عندي للثلاجة. فهاي المنظومة احنا سويناها لأن هي متنقلة، يعني ممكن أني أقدر أحتاجها مثلا إذا أريد مثلا فرضا أتنقل بمكان إلى مكان، أو إذا أنقلها مجرد أفتح الأسلاك من عندها وأنقل الثلاجة لأي مكان اللي أريده أني. فشرحنا اليوم كان للي سألوني أنه شنو هاي البطاريات بالثلاجة، وشنو هالثلاجة هاي؟ أخوان الثلاجة هاي هي عملية تبريد المنظومة كلها. إحنا جونا بالعراق جو مين حمل، يعني توصل الحرارة إلى 50 درجة مئوية. يا أخوان 50 درجة مئوية درجة كلش عالية. فذلك أنا صممت هاي الفكرة من أجل أنه يكون عندي الإنفرتر، يكون عندي بارد يسحب هواء بارد من الثلاجة، وثلاجة ما مستخدم الحفظ الأكل وشي، مجرد هي فقط ترتيب وتنظيف. وحاط الثلاجة هنا تلاحظون حاطها على الميديم، يعني البرودة وسط. وبالنسبة للأجهزة راح تبرد عندي، كل الأجهزة هاي الموجودة هنا عندي تبرد عن طريق الثلاجة والبطاريات والشاشة والإنفرتر، كلها راح تبرد عندي داخل الثلاجة، وتكون هي محفوظة من الحرارة وطول عمرها. وهاي الثلاجة هي متكاملة، كلفتني تقريبا بحدود 13 ورقة كلها، من الانفيرتر للبطاريات، للقواطع الدورة، للخلايا الشمسية. كل هاي العملية تولد 12 أمبير، تعطيني تقريبا 4 ساعات، بس مو 12 أمبير، تعطيني 4 ساعات على 3 أمبيرات، 4 أمبيرات أسحب من عندها، تعطيني 4 ساعات، 4 أو شوية. أما إذا أقلل بعد 3 أمبيرات، أمبيرين وثلاثة أو أمبيرين، راح تعطيني 7 ساعات، 8 ساعات، 7 ساعات، 7 ساعات. ذلك هاي الثلاجة عوضتني عن السحب، والحمد لله أنا لغيت السحب من المولدة، وبدأ أشتغل عليها هسه، والحمد لله أنه مسيطر، كهرباء عندي موجودة. وإن شاء الله أنا جمعت فلوس كل شهر من المولدة، أنا حاطها للمنظومة، ولحد الآن جمعت ما شهرين، وإن شاء الله بعد أشهر قليلة أجمع فلوسها، وراح أضطر أنه شو أسوي، أجيب بطاريات جدد مكان ذني، وذني راح أخليهن احتياط، يعني هاي راح أخليها بخارج واحتفظ بيهن، واخليهن في حاله اذا صار عندي انهيار بالبطاريات او سبب الكهرباء عطلت طفت او صارت مشكله، راح استخدمهن اول شيء بين ما افرغهن، وبعدين استخدم الجدد وراهن، وراح ابدي احافظ على البطاريات، واقدر اطول عمر المنظومه. وان شاء الله احنا يعني متواصلين وياكم على كل اخبار الطاقه الشمسيه. فعلا طاقه شمسيه، طاقه جميله، طاقه حلوه، طاقه نظيفه، طاقة ما بيها أي مشاكل، لا انقطع الواير، لا أجاك أبو المولدة قال لك طفي، لا قال لك ادفع، لا قال لك واير قطعه، لا قال لك تعال تجيب لفتين. عشان اليوم واحد يقول أنا ساحب كهرباء من أبو المولدة مسافة يمكن 100 متر، ساحب 10 لفات، 5 حار و5 بارد. يعني يا أخوان معقولة 10 لفات أسحب كهرباء من المولدة حار وبارد؟ لأن يقول المولدة عندي ترددات مالتها أو تصعد وتنزل وخبلتني، يقول واشتريت 10 لفات كل لفة سعرها ما أعرف قد 10,000 20,000 30,000، يعني كارثة. وإذا انقطع الواير عندك ترجع، يعني فد مشكلة عويصة ومشكلة صعبة جدا جدا. يا أخوان اللي يريد يرتاح خلي نصب المنظومة بالبيت شمسية، خلي له 4 بطاريات، بطاريتين، خلي الانفيرتر،
ويحطن بثلاجة إذا يقدر عادية ونسويها لترتيب بسيط مو صعبة. ثلاجة عادية مجرد ما أنت تخلي الجهاز تثقبه هنا الثقب وتثبته وتثبت الأسلاك على خشبة، بطارية تخليك خشبة وتعزلهن، ثلاجة يكون تشتغل عاطلة أصلحها تصليحها بالغاز، يعني أنا مسوي شحنت على إمكانيتي. فأعتقد فكرة كلش حلوة وتغنيك عن المولد وتخلص من كل مشاكل المولد. وإن شاء الله إحنا متواصلين ياكم على أي تحديثات المنظومة وعلى أي أمور راح تصدر من عندنا وأي شغلات جديدة راح ننقلكم إياها أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.